السلام عليكم. المهم انا تعرضت لعمليه النصب من طرف ماليين وواحد الغيني، جاو عندي حتى للدار. خرجت غنخرج اول مره من الكراج، لقيتهم سولوني على شي شخصيه شي حاج سميتو عبد الحفيظ ولا عبد الكريم، قلت لهم ما عرفتوش. طلعت للدار وليت رجعت، قالوا لي راه تنقلبوا عليه لانك تعرفوا واحد الام شي سميتو شي 20 سنه هذه. قلت لهم ما عرفتوش اودي، هما تيتكلموا اللغه الفرنسيه. قالوا لي هاك تهضر مع واحد الاخ ديالنا كاينه في انزكان، هضرت معاه باللغه العربيه، تيقول باللي هو عندهم شي فلوس جابوها ومجمده في السفاره، خصهم اللي مع من يتعاونوا باش. قالوا لي نشريو لك شي جوج الفارم في سميتك وشي دار وكريها لنا. من بعد ما طلبوني والو، مشيت عندو لينزكان، دازت واحد اليومين. فاش جيت قالوا لي عدي معاك هاد السيد للدار باش يطمئن كيفاش انت تما، واش مزوج واش كذا، باش يطمئنوا على الفلوس ديالهم زعما اللي غيعطيوني من بعد باش يشريو ليا. دخلت جيت بحالي، جبتو معايا، جلس معايا شي 9 ايام. هذاك الشيء اللي وقع ليا ما عرفت واش شعوذه ولا سحر ولا كذا. من بعد ولاو تيامروني اي مؤامره قالوا لي ديرها تنعطيها. اول مره طلبوني 4 المليون، عطيتهم 4 المليون قال 50000. مره اخرى عطيتهم 3 الملايين، ومره خداو 20 مليون، من بعد خداو 40 مليون وشويه وليت تنصيفط وفاكاش. 98 مليون اللي وصلت لهم عبر وفاكاش. غادي نديرو هادي، غادي باقي علينا كيفاش غنخصها 10%، خصتنا واحد القنينة كتسوى 120 مليون، خصتنا هادي خصتنا هادي. بقيت غادي معاهم حتى آخر مطاف، لقيت راسي مشى ليا كلشي. بعت جميع الأملاك ديالي، بعت جوج بقاع، بعت 4 البيكوبات وجوج مرهونين دابا، وبعت جوج كات كاتات، وما يزيد تسلفت من عند الناس وخوتي شي 33 مليون. تنلقى راسي دابا بقيت واقف على الدس، ما عندي والو. اش قال لكم المقابل ديال الفلوس؟ هما تيقول لك غادي هاد الفلوس غادي عطاوني واحد الكونطرا فيها 2 المليار و500 اورو، قال لك خصنا نخلصوا عليها 10% باش تخرج. 10% هي تتسوى شي 250 مليون، انا ما عنديش هاد المونطو. ملي وصلت هاد الفلوس صافي ما بقاوش كيجاوبوني في التليفون. صافي التجأت ندعيهم، ولات يتصل معايا واحد الشخصيه مسمي راسو عبد الرحمن كوليبالي، قال لي راه غادي نصيفط لك شي موش خدام. قلت ليه مازال هاد الساعه باش غنخدم ما عنديش فلوس. قال لي غنصيفط لك شي 18 ولا 20 مليون، ولكن عاكي كذب عليا اليوم غدا اليوم غدا، تيقول لي انا خارج الحدود انا. صافي هذا الشيء اللي كاين. في الوسط ملي كانوا وصلوا معايا شي 65 مليون ولا 70، كانوا صيفطوا لي واحد الشخصيه، جا قال باللي باش نطمئن انا على داك الشيء اللي باغيين بصح راه غادي باش عايشريو شي محلول ولا هادي باش يصاوبوا ديك باش يحلوا هذيك المشاكل ديال الفلوس ديالهم اللي مجمده. صيفطوا لي واحد صاوب واحد 4 الورقات من ديال الاورو، 200 الف فرانك 200 الف فرانك، 5000 درهم 5000 درهم، وعطاها لي وصرفتها. فعلا تصرفت هي حقيقيه. صافي ومن بعد من تما ما بقيت شفت والو. دابا تنطلب منكم ومن الله سبحانه وتعالى يعوضوني، يرجعوا لي الفلوس ديالي. تنطلب من القضاء ياخذ العداله في هاد الناس هادو، يرجعوا لي الفلوس ديالي.